السيدة السورية أثبتت دائما أنه هي عن جد أخت رجال باللقمة الطيبة، بأنه هي تكون معيلة لأسرتها وقت الحاجة، أنه هي وقفت جنب الرجل وساندت أولادها وساندت يمكن أهل ضيعتها وأهلها بكل الظروف الصعبة اللي مرقنا فيها، من حرب، من كورونا، من ضيقة اقتصادية، ودائما عنا الأرياف السورية غنية دائما. غنية بالخيرات مثل ما بنقول، ودائما أي شيء بدنا إياه طيب للبيت بنروح على الأرياف على الضيعة وبنشوف يمكن أطيب وأهنى لقمة وفيها خير وبركة. ما حطول الحديث أكثر، رح نتعرف على هدول المنتجات، رح نتعرف على السيدات يلي يمكن من ولا شيء عملوا مشروع وهذا المشروع كثير مهم. بدنا نرحب بالسيدة ثراء، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك سيدة ناهية، أهلا وسهلا فيكم من قرية المحروسة. أكيد استطاعوا خلال فترة قصيرة أنه يعملوا هيدا المشروع. قرية المحروسة هي ريف حما. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيكم، وتحيتنا لمصياف ولريف حما كله. أهلا وسهلا فيكم. خليك تسلمي. أهلا وسهلا فيكم. نحن كثير سعيدين بوجودكم، وخلال يمكن الظروف القاسية وظروف الحرب اللي مرينا فيها، المرأة السورية كان لها بصمة كثير كبيرة بامتياز. شفنا مشاريع كثير أقيمت بالأرياف من خيرات البلد. دائما بنقول رغم كل الظروف الصعبة اللي عايشها البلد بعد فيها خير وقادرين نعمل إنتاجنا الخاص. بيت الموني كان مشروعكم الصغير بمصياف. خلينا بالبداية نحكي عن هيدا المشروع، كيف بلش، كيف قدرتوا تشتغلوا مع بعض سيدات خطوة بخطوة ولتكونوا فعلا لكم أثر وقع بالمجتمع. هلا يمكن هي أنا بس بدي أطول عليك شوي بحديث. طبعا أنا كنت سابقا من سكان الشام، أنا من مصياف سكان الشام، مثلي مثل كثير سوريين راح بيتي وراحوا أغراضي، تهجرت و إلى آخره. بس أكيد هذا ما رح يخليني أقعد، طبعا أنا عم بحكي مو للشوكة بس لأحكي للعالم أنا شو صار فيني. بنفس الوقت مثلا أنا جوزي راعي الجيش، كانت هون عايشة مثلا، راحت السيارة راح البيت، عرفتي كيف؟ حياتنا كنا طبعا كلياتنا هيك، بس اكيد ما لازم استسلم ولا بستسلم. انا انتقلت على طرطوس بحكم عملي، انا بشتغل بوزاره التعليم العالي، فرحت على جامعه طرطوس. طبعا بالاضافه لهذا، طبعا انا عندي اخ شهيد الله يسلمك، ومن وراء لانه استشهد اخي الماما تعبت كثير، ضلت كمان فتره باركه بالارض، كمان بعدها لحق ابوي الله يرحم الكل طبعا. فوقت هذا المشروع براسنا من زمان، بس كانت المسؤوليات كثير كبيره، كنت اشتغله هيك على الضيق، يعني على شويه ملوخيه، اطرمز مقدوس، يعني هيك على الضيق، لانه انا في عندي شغل ثاني اللي هي امي وابي، وطبعا انا اكيد ووظيفتي، فكله ورا بعضه. طبعا الله يرحم الكل، السنه الماضيه توفى البابا الله يرحمه، فما ضل في انه انت حدا تضلي حاملي همه. والله رحت صراحه على ضيعتي اللي هي مصياف المحروسه، والموضوع كثير براسي من زمان، يعني انا يمكن ما حدا يصدق انه انا بلشت ب 50,000، لانه انا ما معي راس مال هذيك السنه، السنه الماضيه. فانا وصلت انه انا رحت على السوق، سوق الهال. طبعا انا كل شيء حوالي انه شو بدك مصاري خدي، قلت لهم انا ما بدي مصاري بس خليكم حبي، ما بدي مصاري، اعطوني شيء معنوي. اهلي حوالي، اولاد عمي، اخواتي، كلهم وضعهم المادي منيح، بس انا ما بدي حد، انا بدي اشتغل. رحت على السوق فصاروا يعطوني البضاعه بالدين، صرت اخذ البضاعه بالدين، الفليفله، الباذنجان، كل الخضروات يعني، بصراحة أخذها أشتغلها بيعها رجع رأس المال وأخذ المربح إلي وأهل المجرة. طبعا فترتها أنا حتى كمان موضوع يد عاملة ما عندي قدرة أدفعها، بس شوي شوي وقت بلش يتطور الشغل صارت تكتر الكميات، يعني أنا بدل ما أعمل 100 كيلو صرت أعمل 500. فأنا حكما بدي يد عاملة معي. فبهي اليد العاملة كنت بصراحة أنه أنا بدي أشوف حدا لما بده يجي يشتغل فعلا يكون هو بعازي. يعني انا كثير حاول اخذ مثلا سيدات شهداء او جرحى حرب او معيلين، انه هدول العالم احسن ما بده يطلبوا مصاري يشتغلوا هنا، يعني تلبي احتياجاتها مثل ما انا عم بعمل، يعني وشجع العالم على هذا الموضوع. طبعا بصراحه كان الداعم الاول والاخير هي اختي. اول شيء حكم انه هي ست بيت قبل مني، فهي الخبره الفنيه تبع الشغل انا ما عندي اياها كلها كامله كانت، فكانت هي انه لا هي بتنعمل هيك، هي بتنعمل هيك. كان عندي شوي خوف اول بيكين انه بلكي ما باعوا عندي، بلكي ما راحوا، بلكي ما حدا اشتراهم، بلكي انتزعوا.
انا كيف بدي اوفي الدين، انا كيف بدي اوفي كذا. قلت لي لا ما في شيء بينتزع. هلا اكيد انا واثقه انه صاروا يوصوكي من باقي المحافظات كمان. طيب رح نروح عند سيده ناهيه وخليها هي كمان تشاركنا بالحديث. صباح الخير. صباح الورد. يعني ما في احلى بانه عيد الام بكره انه نحن نستضيف احلى امهات عندنا اياهم. انتم مثال اكيد للسيدات والامهات السوريات. عندنا منتجات كثيره، حكينا كيف بلشنا، حكينا بالصعوبات، حكينا انه دائما في امل، في امل اكيد، في اراده وفي قصص. خلينا نحكي وين وجهتيها اذا انت كنت المستشاره تبع هلا. هي اول شيء انه انا ما بخاف وانا كذا وما بعرف شو بدي اشتغل، فانه لا بلشي. وشو الماده اللي قلتي لها بلشي فيها؟ هي لا بتنتبه. بلشنا اول شيء بدبس البندوره. اها. فهي اول شيء بلشت انه بدها تمول هي دبس فليفله. فهي اول شيء بلشت انه بتعمل 5 كيلات، فقلت لها هي مول بيت واحد هي 5 كيلات، فانت كتري انه بتزيد تنتزع. انه لا ما بتنتزع، يعني انه هي بتطول، يعني انه انا من السنه للسنه المونه بتشوف حالها. يعني احيانا يصير فيها هيك اكتئاب، تنزعج تنقهر، الا روحي على بيتك يومين وانا بكمل شغلك. فانه ايه بتكملي؟ ايه بكمل. فانا ارجع كمل لها شغله كذا. قد ايه حلو هذا النفس، يعني ترتاح يومين ترجع. انه عن نفس مثلا مرت بظروف صعبه، في كثير من الناس عم تتابعنا بتقول لك انا مش قادره، انا مريت بظروف صعبه. كلياتنا قادرين، انا للاسف وما عاد عندي القدره اتحمل اكثر من هيك. ظروف قاسيه وصعبه مريتوا فيها، ومع ذلك عملتوا مشروعكم صغير، فينا نقول بيت المونه اللي هو بيتي. شيء يمكن الناس هلا بنقول هي اللقمه حقها مصاري، يعني الناس بتدور على النظافه، الناس اهم شيء. يعني بيقول لك هي اللقمه بتشبه لقمه امي. أيوة. يعني بيت المونه دائما. قلت لها انا نفس الكلمه، انه انت اشتغلي ما بتشتغلي الماما العالم كلياتها حابه شيء نظيف. الاهم شيء انه نحن ما عاد عندنا شيء نظيف، يعني ولا تزعلي مني انه الغش صار كثير موجود 100%. يعني. فانا مثل ما بشتغل لبيتي مثل ما بيطعمي اولادي بيطعمي العالم. خلينا لكن نتعرف على المنتجات، واذا فينا نقرب هذا الكيس اعطوني اياه، لانه كنا عم شو فيه مقدوس هلا مقدوس ما جبنا لانه بشرشف زيت. ايه طبعا. هلا هون في شيء مجفف، هاي باذنجان. باذنجان مجفف؟ هاي باذنجان عابس هذا منقطعه منجففه على الشمس مع بندوره مجففه، بس هو ما ضل عندنا بندوره كنا جبناها معنا. بينطبق بتسلقيه مع البندوره مع حمص زيت كذا، بيعمل مثل مطبق. عم بيقول مطبق فيك تقليه فيك تعمليه اي شيء، فهو غير الفريزر يعني. كمان هذا باذنجان يابس حفيف حمصي، هذا ما هذا باذنجان الحمصي. شو بيسموه يابس؟ ما معروف. هذا محشي كسيد، هو كله اسمه كسيد، اي شيء بس اسمه كسيد. وهدول كثير طيبين محطوطين بحبال هيك. هي ايوه هذا كمان شغل، هذا بنعرق التين بنكبسه من وقديش فيهم فوائد كتير صحيه كتير. القصص اللي انت مانك حاطه شيء مادي حافظه يعني. صح، احنا معنا ولا شيء كيماوي حطيتيه ضبيتيه للبيت يعني. احنا بيشتغل معنا الملح والشمس فقط لا غير. الملح والشمس ومصياف فيه خيارات كثير. هذا دبس رمان كبيره، كعبه بدبس الرمان. هي دبس الرمان كمان. بس بدي اسال يعني عم تشتغلوا بكميات كبيره؟ عم تلاقوا اقبال؟ العالم عم يحبوه، عم يوصوكم؟ هلا ما بدنا يعني نقول انه كثير في لا انه كثير في سيدات صاروا كسلانين ما بيعرفوا. هي كثير صراحه. هلا في كثير عالم مثلا راح اللي غير ما عندهم وقت ما راح نحكي هيك. بلشتي ب 5 كيلو هلا. هلا خليكي بين النسوان انت. هلا بلشتي ب 5 كيلو. هلا قديش بتعملي بينطلب؟ طن والله. وبصراحه في كثير شغلات عاملتها بس ما ضل عندي منها. هبولتين هاي. في كثير شغلات عاملتها وما ضل عندي منها اللي كنت خايفه. شو بتعملي اذا بنحكي عن هدول اشياء ثانيه؟ هلا مثلا مثل عملك الكسيدي اللي هو الناس صارت تركض على الصحي لانه انا صحيح. هذا موضوع الفريزه وقطعت الكهرباء وما قطعت الكهرباء و الى اخره. فانا لا انا يبسته بالشمس. شمس من عند الرب يعني، ما في شيء اشعه لا، وما في شيء اسمه اشعه كمان. مع ملح. فهو بيضل عندك مثلا مثل البام اليابسي او الغيره ممكن يضل عندك سنتين ما بيصير له شيء. هو هيدا مربى؟ هذا عصير الحصرم. هذا عصير الحصرم. اها. بنعمله بطريقتين، في حلو وفي حامض. وفي حامض. الحامض للسلطات والتبوله والهي، والحلو انه انت بتحطي كميه قدر كمعين مع مي، فهو شيء بارد يعني. اي مشروع ممكن ما بقدرت السيده انه هي تفتح محل، فممكن يكون في مجالات للسوشيال ميديا، الفيسبوك، انه هو كمان قد ايه بشكل هو اللي سوى ايضا البازارات. خلينا نحكي عن الابواب يلي بدك تقولي شو. انا بس كنت احكي عن هاي الفكره من ضمن شغلنا. حاولت اعمل شيء جديد فكرته كشك انا لا حمص. سنقنا الحمص.
هلا الفلافل معروف تنقعي الحمص بتطحنيه صار فلافل، نحن سلقنا الحمص على اطلع اخر شيء معك طحناه طحناه فانت هلا عندك انا هذا هيك، هذا بيعمل لك تقريبا بحدود الكيلو ونص مسبحه او حمص الناعم. كيف بتعملي ستريلاك للبيبي؟ بتحطي له معلقتين مع شويه مي سخنه، مع معلقتين شويه طحينيه ملح، بعدين صار عندك انت صحنه مسبحه فريش، هذا ميبس ومطحون. مسلوق وميبس ومطحون طبعا نفس الطريقه، طعمته نفس تماما، ريحته كثير حلوه تماما. نفس الفكره عملناها مع الثوم مع البصل مع الفطر. يعني في عنا نحن شيء اسمه شوربة الفطر، يلي يعني ست البيت حطت طنجرة على الغاز غلت المي، معلقتين من هذا المسحوق اللي هو هي افكار جديدة عم نشوفها. ما كنا موجودين هلا حتى في ممكن لقدام في شغلات ثانية مثلا، يعني احنا كل يوم مثلا بنشوف شغلة او بنسأل، لان احنا دائما كمان عندنا شيء حدا او بتنطلبه، في عنا حدا اختيار بالعيلة فبنسأله انه احنا كيف كنتوا تعملوا كذا، ما كان في برادات ما كان في فريزرات وكيف كنتوا تخزنوا كذا هيك، انه هذا السؤال القديم بيدلك يعني ايه لانه عن جد لازم نرجع لايام زمان. هلا على قله الكهرباء خلينا نحكي شو هي صفحتكم على الفيسبوك، ولكل حدا حابب عندكم توصيل على الشام اكيد على أكيد. كل المحافظات لك عندنا دمشق طرطوس اللاذقيه حمص طبعا حلب لسه ما رحنا عليها بس هدول اكثر شيء نحن طبعا هذا المشروع ما صار له سنه نحن تقريبا مغطين دول المحافظات. بلشتي لحالك كم شخص صرتوا هلا بالمشروع تقريبا؟ لساتنا بس اثنين. بس اثنين السلام عليكم. ايه نحن لما بنعتاز يد عامله بنجيبها بتكون شريك معكم بالمبدا مشريك ساعي الاجار ساعه يعني بالساعات او هيك بس مبدئيا انه انا وياها بس قادرين طن انتوا الاثنين لحال. هلا ما رح اقول لك انه احيانا كثير بتوصل نحن ما بننام يعني هذا الارهاق. بدي احكي لك على الفليفله بتورم ايديكي بتورم ايديكي لا ما شاء الله معلش شوفوا ايدي يوم احلى احلى من ايدينا هذا لا يمنع انك تكوني انثى ما بيمنع لا طبعا طبعا وانا ما بستغني عن جمالي هلا اذا بتشوفينا مع احلاكي بتشوفينا هلا وشوفينا بالصيف وقت الشغل تبع هذا ما في اظافير ما في مناكير الشعر المضبوب دائما عرفتي كيف هي تبع انه انا بستخدم كريمات انه انا ماني فاضيه لانه عندي مكدوس بعدين هي مكونات طبيعيه حتى اذا بحط شيء على البشره بحطه طبيعي يعني يعني لما انه انا ما في شغل انا اطول اظافيري لانه هلا ما عم طعمي حدا من ايدي فهي الفكره انه لا يعني هذا ما بيمنع انه انا اكون انثى اكيد ما بعز جميلة بس شكلها لطيف خليهم لكل حدا عم يتابعنا شو اسمها صفحتكم بيت المونة في كثير بيت المونة هلا هي موصوله مع صفحتي سراء نمر عدوان تقريبا صار عندنا تقريبا 2000 متابع لك هي عمرها تقريبا شيء 6 اشهر صفحه مو اكثر الحمد لله اجانا شغل كثير من طريقه في عالم عرفتنا وعملنا شغلات من شغلنا يعني احنا من شغلنا صار عنا يعني في انا بدي احب اتشكر بس الجمعيه السوريه لانماء السياحه تعرفت عليهم عن طريق الفيس شافوا الشغل انه نحن فينا نجي نشوف قلت لهم اهلا وميت سهله بالنهايه نحن انا بنضيعه معروف اهل الضيعه نحن كريمين البيوت المفتوحه فعساس جايين يوم ضلوا 3 ايام بجيتهم كثير عملت فارق بالمنطقه عنا يعني هن ما جايين بس مشان يشوفوا شغلي فانا حبيت انه ممكن انا وصلت او هدول العالم وصلوا لي في عالم مشكله التسويق عندهم ما كثير لسه واضحه فانا لابسي هذا الشال هلا قصدا اخذتهم على معامل حرير بدير ماما دير ماما هذا احنا صورنا بدنا نوجه تحيه اكيد صورنا هنيك مره وكنت جاي اسالك على طب اي لابسته انا قصدا هذا شغل يدوي حرير طبيعي 100% طبعا الجمعيه مشكوره جدا راحوا ودعموا الموضوع ودعموا المشروع عملوا بازارات لهم يعني عملوا تسويق خارج المنطقه كثير حاليا عم يشجعوا كمان على موضوع انه نحن نرجع لهي الحرفه لانه هي تتفرد فيها سوريا صحيح تراث غير انه الفوائد الصحيه للحرير يعني انه اذا الناس بتعرف شو معنى الفوائد خصوصا الانثى بتعرف شو فوائد صحي الحرير ما بتشيلوا عن جسمها هلا قالي لنا يا لانه تحت الهواء عشان تنزلنا وهلا بتحكي بالاضافه لموضوع مقالي الفخار يلي كثير ناس ما بتعرف انه هي صحيه جدا جدا ومثل التيفال ما بتلزق بالاضافه انه انت ما عندك ولا تفاعل كيماوي مع اي حراره مع اي حوامض مع اي هيك دائما عم بخليك تحكي لا هلا دائما بيعطي الواحد الفرصه لانه كل واحد له بالختام كلمه هلا الكلمه اللي بدي اقولها انا انه نحن مرينا بازمه كثير كبيره صحيح
وانا ما راح اقول لك غير انا زوجة عسكري بنت مدينه كل عمري، انتقلت على الريف، صرت ازرع، صرت احصد بايدي، اشتغل كل شيء بايدي مثل هلا اللي نسوان اللي احنا عم نوصي لك، كنت انا وصي مثلي مثلهم. عرفتي شلون؟ وقفت مثل ما بيقولوا المره اللي بتوقف جنب الرجل بتربيه البيت بكل شيء. انا عندي بنتي مخبريه اسنان، عندي دكتور اسنان الله يخلي لك اياهم، عندي صف ثامن. مع هيك وقفت ما راح اقول لك غير زلمه ثاني، لانه اغلبيه الوقت ما في زلمه بالبيت، اخت رجال احنا اشتغلنا انتجنا، العالم كله تفاجات انه انت بنت المدينه هيك. ايه انا بنت المدينه هيك، انا المراه السوريه، ماني بنت المدينه، انا بنت سوريا، مرأة سورية. لهيك انا فاي حدا قادر يشتغل. والشغله الاكثر شيء شجعتنا انه انت عم تطلع احيانا في جريح ما عنده ايد ما عنده اجر ما عنده كذا، انه عم يشتغل. طب انا ما فيني شيء، طبعا انا المعاقه معناتها ما هو يعني طبعا طبعا انا اللي لازم اشتغل، انا لازم انتج، انا لازم اوقف. نحن ما لازم ننطر فلان وهذا حدا يساعدنا، لا انا بدي فرجي انه انا فيني شيء اسوي شيء. فانا اذا ما سويت شيء فانا ولا شيء. فحابه اوجه لكل العالم انه اي شيء فينا نعمله، اي شيء فينا نشتغله، صحيح، ولازم نحن كلنا ننهض بهالبلد، صحيح، صار ما نرمي حملنا على حدا، حملنا على حدا وبدنا نتحمل مثل أكيد. ما تحملنا كثير وقت أكيد. ويكون عندنا ايمان انه اللي جاي احلى وبكره احلى أكيد. يعني ان شاء الله. ليكو هالشغل قد ايه بيعطي عن جد تفاؤل، احيانا بنفش خلق بنخانق بنعيط بنسب بنبهدل، بس بالنهايه انه في نتيجه، ارضنا بدنا نوقف على ثابته نحن، نحن بدنا نعمل شيء كمان بكره لاولادنا لاحفادنا. نحن بزمان مثل ما كانوا يحكوا لنا اجدادنا كيف وقفوا برج العثماني والفرنسي وال كمان نحن بدنا نوقف هلا، ونحن كنا بكرة يعني خلص وقتنا. نحن كثير سعيدين وجودك معنا ست ناهيه وست سراء عدوان. بدنا نقول لكم مناسبه عيد الام بكره، عيد الام كل عام وانتم بالف خير. فخر للمراه السوريه، نحن بنعتز وبنفتخر بسيدات مثلكم وسعيدين جدا جدا بوجودكم. شكرا كثير لكم، شكرا كثير لكم ولكل المشاهدين. وصوا على صفحه بيت المونه سراء نمر عدوان على الفيسبوك، وصوهم لانه عن جد نظافه واكلات كثير طيبه، ونحن اكيد رح ناخذ. شكرا لانكم جيتوا من مصياف لعنا اكيد، والله يخليكم ويطول بعمركم. شكرا لكم، شكرا كثير، شكرا لكم.